من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو
قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن إنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا عالم الغيب والشهادة
فتعالى عما يشركون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ضالين. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ذات الله
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث لما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت
دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.